كذلك العلماء ذكروا أنك إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فإذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام صحيح أن الرسول صورته، يعني صحيح صورته، إن كان فهي رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل به، أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا، أنت مثلا ودين اتصلوا كذا، أنا رأيت الرسول، كيف رأيت الرسول؟ قال أنا ما رأيت له وجهه، لكن قول هذا الرسول بعد نور، ما لازم الرسول، ما لازم يكون الرسول، واضح؟ الرسول يشوفه، يشوف صوته الحقيقية الموصوفة في الكتب، أن صوته كذا 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 بشكل كذا بشكل كذا، فهو صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تشريف لك وفضل من الله عز وجل، فإنه لا يتمثل به الشيطان، واضح؟ زين، هنا العلماء يذكرون في قوله رؤيا أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني الإنسان إذا كان صادق وإنسان مستقيم ورأى رؤيا، إن كان هذه الرؤيا يهتم بها ولها معنى، ما صحيح؟ لأن هذاك يقول ما يضحك عليه الشيطان، ما يضحك عليه الشيطان، ما صحيح؟ لأنه عند الله تعالى مستقيم، واضح؟ فنعتمد عليه.